in 1 minute. مرحبا، معكم دانا رفعي خريج هندسة مدنية. رح احكيكم عن مادة الرسم الهندسي. لهيك اول نقطة رح نحكي فيها واللي هي المفتاحية بمادة الرسم الهندسي هو المنظور الايزومتري والمساقط. كيف نقدر نتخيل ونرسم هذا المنظور الايزومتري وكيف فينا نوجد مساقطه؟ رح نحكي بنقاط أولية في فيديوهات رح نفصل فيها كل شيء نحن بحاجته لحتى نقدر نفهم هالشيء أكثر. بالبداية المنظور الإيزومتري ما فينا نحن نرسمه على محاور أفقية تماماً أو شاقولية تماماً، لهيك نحن منميز الجهتين الأمامية والجانبية بزاوية 30 درجة. هاي الزاوية 30 درجة بتسمح لنا نحن نشوف المنظور بشكل أكبر ونقدر نتخيله بشكل أكثر. إذا نحن جبنا هذا المتوازي المستطيلات بشكل كتير بسيط حطيناه على محاور إيزومترية بعد ما ميناها عن الجهة الأمامية والجانبية بزاوية 30 درجة، هذا الشيء سمح لنا أنه نحن نشوف اتجاهات ثلاثة لهذا المنظور. أول شيء الجهة الأمامية اللي هي مثل ما عم يشير المؤشر، نطلع على الجهة اليمينية للمنظور فنحن بيظهر معنا الفرونت فيو أو المسقط الأمامي. أما الجهة الجانبية فنحن بنطلع على المنظور من الجهة اليسارية وبيطلع معنا الليفت سايد فيو. أما المسقط الأفقي فنحن بنطلع على المنظور من الجهة العلوية واللي بيظهر معنا وقتها التوب فيو. طيب إذا نحن معنا هذا المنظور وتخيلنا أنه هذا هو المسقط الأفقي له، كيف إجا هذا الشيء؟ ببساطة أنه نحن طلعنا المنظور من الجهة العلوية. حتى نقدر نتخيل ونستوعب هذا الموضوع أكثر وحتى نقدر إذا نحن معنا المساقط نقدر نرسم المنظور، فلهيك نحن بحاجة لثلاث نقاط على الأقل حتى نقدر نتخيل هذا المنظور. لهيك الجهة الأمامية منين بتجي؟ إنه بيكون شخص بيجي بيطلع على المنظور من الجهة الأمامية فبيطلع معنا هذا المسقط الأولي. بنلاحظ هون إنه اتجاه نظرنا هذا موازي تقريبا لهذا الخط المائل، فلهيك هو هون ظهر معنا على إنه هو مستقيم. أما جهة اليسارية فهي جبنا الشخص وطلع من الجهة اليسارية فظهر معنا المسقط الجانبي. بنلاحظ هون انه الخط المايل ظهر مثل ما هو لانه اتجاه نظرنا عمود عليه. اما الجهة العلوية فبيجي شخص بيطلع على المنظور من الجهة العلوية فبيظهر معنا المسقط العلوي. تلخيصا للفكرة بشكل نهائي، لحتى نتخيل منظور فنحن بحاجة لثلاث نقاط. هدول الثلاث نقاط هن اللي بيساعدونا على رسم المنظور: الجهة الفرونت فيو او الجهة الامامية، left side view اللي هي الجهة اليسارية أو الجانبية، والtop view. فنحن بنلاحظ هون إنه عندنا مساقط لأي منظور. شكرا لحسن إصغائكم.